فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. منور زميلي هشام الخلسي والزملاء في الاستوديو، اصدقائي المشاهدين متتبع بين سبورت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى لقاء القمة، لقاء الارقام القياسية، لقاء الامتاع والمؤانسة في الدوري الايطالي. الانتر عاد لكم من جديد، واليوفي هو السيد بقديمه وجديده، فكيف سيكون في المستقبل؟ هي قمة روكي، حكم وقاضي المباراة، هي قمة الرقم القياسي الأعلى دخل في تاريخ الكرة الإيطالية، 6.5 مليون يورو هي مداخيل وعائدات الحضور الجماهيري القياسي الليلة في الجوزيب مياتسا في سان سيرو. هي قمة 18 ضد 16 في لغة النقاط، هي الصدارة للإنتريستا بعد غياب السنوات. هو الانتر الذي ينتصر، كرينيار، بروزوفيتش، باريلا، سينسي، دامبروزيو، الانتر في بداية ستاجوني. نمشي الكرة لك كوادرادو، كوادرادو كريستيانو سماه وهدفه الرئيسي دوري الابطال. قبل كان كوردين وزوز اهداف، وهو اقوى ديفازه في الكاس. الصراع يبدا مبكر والانطلاقه لميراتزوري، الانتر عنده كوره وركع في 18 مره اسكوديتو كان لليوبي، ولا مرة الخسارة. يمشي التوزيع والرصية لمن؟ روميلو لوكاكو. هذا السيزون لا الانتر ولا اليوبي كان في الجولات الماضية سجلوا بلاد قوية من انتريستا، امكانية المرتدة والمباغتة. يمشي باولو ديبالا، ديبالا جول، ريت دي لا يوبي، ريت دي لا يوبي. هنا الخيار من ساري، هنا الاختيار من ساري، هنا حسن القرار يا ساري. يبدا ديبالا على جونزالو ايغواين الذي اطاح بالليفركوزن. 4 دقائق لعب في الشوط الاول، سجل على الورق وانحت على الصخر. اليوفي كبير ايطاليا يا زمن، ديبالا جول يصنعها كريستيانو، يبداها رونالدو، والكره تمشي عن طريق بيانيتش، الكره المستعاده ويستفيد فيها ديبالا، التسديده والريتي. 1-0 لجوف، اليوفي يتقدم هنا، البطل التاريخي للكره الايطاليه. لا تصد ولا ترد، اول كره على المرمى يجيبها هاندانوفيتش من الشباك. 1 الارجنتيني بطريقة احتفالية متعودة واستثنائية. اعتقد ان هذا الهدف سيشعل فتيل المباراة. ما زال في جراب القمة الكثير، وما زال في صراع الانتر واليوفي الكثير من الكثير. 1-0 ليوفنتوس. الانتر في هذا الموسم على سان سيرو، لانه الانتر فيما سبق الانتر تحت الضغط متاخر في السكور، لانه في الجولات الستة الاولى فرانكي ضد الفيولا. كريستيانو رونالدو، 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 وضعيفة من كريستيانو، الركنية لم تاتي ام اتت، ورونالدو في اول ظهور. على فكرة كريستيانو رونالدو هو صاحب اخر هدف لليوفي في استاد جوزيب، الكرة الايطالية من سنوات والسنوات، من اول القابه في 1900 ساري الاوكراني اللي سجل في اول 3 مباريات. ديكي البلجيكي بشعاتي ويضرب ويشوط وما يفوت، ما نام وما اليوفي عطريك. رونالدو مش يحسمها، رونالدو جول، رونالدو جول. الله، اي كوره ترافيرسا، الكوره على العارضه من كريستيانو رونالدو. سامي خضيره، اليوفي ده شامبيونز ليج، هذا ده لدوري الابطال يا يوفي. هذا هدفهم يبقى لوكاكو. على فكره الانتر عنده 8 هدافين مختلفين منذ، والكره تمشي ازاموا ازاموا بيانيتش، ميرا ليه ممتاز. الأسطورة ساندرو ماتسولا، وهي بالمناسبة أيضا كانت آخر ضيف. على فكرة اليوبي ب 82 ربح ضد الانتر الهجومي. ترجع الكرة مرة أخرى زرقاء وكحلة، خطيرة للإنتر، العرضية والركنية، الصية والدفاع، يرجع بالكرة مرة أخرى للإنتر، ممتازة الشوطة، ولكن الكرة في الانطلاق عن طريق سينسي، توزيعة خطيرة في لامسكيت، والحكم سنرى قرار الحكم، سنرى اعتماد الفيديو. صورة هارو مارتينيز بكرة في الشبكة، لو طاروا يا لو طاروا، جول، ريت للإنتر. هذا
هدف في كل شبكة. الفريقين اثنين اللي ما سجلوا ولا أول هدف في أول ربع ساعة نلقاهم بعد دقيقة 18 متعدين هدف في كل شبكة مع الكرة على العارضة من كريستيانو رونالدو. هدف من لوتارو، طار رونالدو بكرة على العارضة وطار لوتارو بكرة من نصيبه في الشباك وتعادلت الأرقام لينتر. قمة ممتازة وقمة جاء فيها، ولكن الآن صاروا أيضا في محاولة أن يكونوا شدوا وفي لمسة يد الدولة حكم قال العب، رونالدو يرجع.